خلينا نروح لفولفيو كولوفاتي، طبعا نجم الانتر ونجم الميلان السابق وصاحب لقب كاس العالم اللي اتحقق مع ايطاليا سنه 82 في اسبانيا، جيل عظيم الحقيقه. حقق كاس العالم او لقب كاس العالم لايطاليا سنه 82، وده واحد من طبعا افراد الجيل ده. خلينا نرحب بيه في البدايه. يهمني طبعا بعد ما بشكرك طبعا على شرف لينا انك تكون موجود معانا على شاشه النادي الاهلي، بشكرك على وجودك معانا في السادسه. شكرا لكم، مساء الخير على جماهير قناة النادي الأهلي، وفخر وشرف لفولفيو كولوفاتي الظهور على قناة ثاني أكثر الأندية تتويجا بالبطولات على مستوى العالم. الأهلي فقط يتخطى ريال مدريد وقد خطف اللقب من الميلان. لهذا أنا محظوظ لتواجدي على قناة النادي الأهلي اليوم. أتمنى في يوم من الأيام البطولة التي تنقص النادي الأهلي فقط كأس العالم للأندية، لأن أعلم أن الأهلي الأعظم في أفريقيا وفي مصر وفاز ب بطولة أفريقيا 10 مرات. أنا كمان من عشاق روسونيري الحقيقة، وعشاق نجومه على مدار أجيال كتيرة جدا، وأتمنى أنه يرجع مرة تانية لمنصات التتويج. خليني أبدأ كلامي معك بالحديث عن حفل توزيع جوائز البالون دور. إزاي تابعت النتائج دي؟ وهل شفت أنه ليو ميسي طبعا نجم البي أس جي والأرجنتين يستحق الفوز باللقب السنة دي؟ أنت قلت شيئا هام، مجاملة. ما حدث بالأمس في حفلة البالندور في فرنسا كانت مجاملة لليو ميسي، لكن ميسي تم الترحيب به في باريس لأنه الآن يلعب في باريس سان جيرمان، وصحيفة ليكيب هي صحيفة فرنسية، وقامت بعمل لقاء مع ليو ميسي قبل الحفلة ب10 أيام، ولهذا تم مجاملة ليو ميسي بالأمس بالكرة الذهبية السابعة في تاريخه، أن روبرت ليفاندوسكي كان يستحق الجائزة، أو على الأقل جورجينيو الذي فاز مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا وفاز مع إيطاليا باليورو، جورجينيو كان يستحق هو أو روبرت ليفاندوسكي. دعني أقول لك أن بالندور بالأمس، دعني أقول لك أن مجاملة كشفت فضائح كبيرة داخل فرنسا وداخل الصحيفة الفرنسية. طيب خلينا نروح لجورجينيو تحديدا، وانت يمكن اتكلمت على مشوار اكثر من ناجح، سواء على مستوى مشاركته مع تشيلسي الانجليزي وتحقيقه لقب دوري الابطال تحت قياده توماس توخيل، او مشاركته مع ايطاليا في تحقيق اليورو مع مانشيني. هل بتشوف انه اهدار جورجينيو لاكثر من ضربه جزاء كانت سبب مباشر في عدم تاهل ايطاليا لكاس العالم، ساهم في عدم حصوله على اللقب، او كان من اسباب عدم حصوله على اللقب؟ أنا لا أعتقد أن هذا السبب الرئيسي في عدم فوز جورجينيو بالبالندور، لأنك تعلم أن ضربات الجزاء دائما، دعنا نقول 50-50، وليس جورجينيو فقط من أخطأ في ضربات الجزاء. أنا معك، جورجينيو أخطأ في ضرب الجزاء أمام إنجلترا كانت قد تحرم إيطاليا من التتويج بالأمم الأوروبية، وأهدر ضربتين جزاء أمام سويسرا في زيورخ وفي ملعب الأولمبيكو في روما، وكانت سبب في عدم تأهل إيطاليا لكأس العالم والتحق إيطاليا بالبلاي أوف. لكن جورجينيو قام بعمل سيزون رائع خاصة مع تشيلسي، وساعد إيطاليا كثيرا في الحصول على أوروبية. ليفاندوفسكي كان يستحق، إذا كان جورجينيو لا يستحق كان روبرت ليفاندوفسكي كان يستحقها. هو قام بتسديد العديد من ضربات الجزاء، إذا كنا نحسب أن جورجينيو لم يحصل عليها بسبب ضربات الجزاء، روبرت ليفاندوفسكي سجل العديد من الأهداف من بينهم ضربات جزاء. طيب بالحديث عن المنتخب الإيطالي، خليني أكلمك على فرصة المنتخب الإيطالي في الوصول لكأس العالم. إزاي بتشوف نتائج المنتخب الإيطالي في الفترة الأخيرة؟ إزاي بتشوف فرصه كمان في مواجهة منتخب صعب وعنيد جدا، هو أيضا مرشح للوصول للبطولة، وهو منتخب البرتغال؟ أنت يجب أن تعلم شيئا هاما، أن روبرتو مانشيني عندما استلم الأمور في المنتخب الإيطالي قام بتشييد وقام ببناء فريق كبير.
على البطولات. كان روبرتو مانسيني ما استلم من جان باولو بنفنتورا منتخب مهلهل لديه العديد من المشاكل، قام ببناء هذا الفريق وفاز معهم ببطولة الأمم الأوروبية. لكن تعلم إيطاليا في 2006 كان لديهم ديل بييرو، وكان معهم دي روسي، وكان معنا كانافارو، وكان معنا فرانشيسكو توتي، وكان معنا هذا منتخب إيطاليا الذي لديه الآن مانسيني قد يعيد هؤلاء الأمجاد، ليس فقط ككواليتي اللاعبين التي قد ذكرتهم، ولكن مانسيني قام بعمل جيد وما زال يعمل عمل جيد. لكن إيطاليا البرتغال واحد منهم يجب أن يذهب إلى القطر. من الممكن أن يكون إيطاليا مع مانسيني، ومن الممكن أن يكون كريستيانو رونالدو مع البرتغال، لكن نحن نأمن بحظوظنا واثقون في إيطاليا. لكن مباراة بلغاريا ومباراة أيرلندا الشمالية هم من قتلوا طموح إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم مباشرة. لكن هذا هو القدر وهذه هي كرة القدم، ويجب أن نعلم شيئا هاما، واحد منهم سيذهب إلى المونديال. إذا نجح منتخب إيطاليا في التأهل لبطولة كأس العالم، هل مطالب من مانسيني، هل أنتوا في إيطاليا بتطلبوا من مانسيني خصوصا بعد نجاحه في تحقيق لقب اليورو 2020 انه يتوج بكاس العالم؟ هل ده مطلب رئيسي او هدف رئيسي ل يعني مجتمع الكره في ايطاليا؟ هل نجاح ايطاليا في الوصول على حساب البرتغال يؤهلها؟ وهل كتيبه مانسيني تستطيع انها تحقق لقب كاس العالم ايطاليا؟ في كره القدم من الممكن ان يحدث اشياء كثيره. نحن كإيطاليون وأنا كفولفيو كولوفاتي أتمنى أن تذهب إيطاليا إلى كأس العالم، وإذا ذهبت إيطاليا إلى كأس العالم من الطبيعي أتمنى فوز إيطاليا. لكن نجب أن نكون منصفين، هناك منتخبات أوروبية في هذا الوقت أقوى من إيطاليا، وقد ظهر ذلك التصفيات. لكن إيطاليا لم تكن مفضلة، لكن هناك ميسي مع الأرجنتين، وهناك نيمار مع البرازيل، هم دائما مفضلون وهم دائما مرشحون أقوى من إيطاليا، خاصة بعد تصفيات أوروبا التي أظهرت الوجه الآخر لروبرتو مانسيني. هناك أيضا هولندا، هناك بلجيكا، هناك إسبانيا. كأس العالم بطولة صعبة جدا. إيطاليا أهم شيء الآن نفكر فيه ويفكر فيه الإعلام الإيطالي هو تأهل إيطاليا إلى المونديال. بعد ذلك نفكر إذا كنا ما نفوز على كأس العالم. لكن إذا لم تتأهل إيطاليا إلى كأس العالم ستكون فضيحة للاتحاد الإيطالي. طيب خليني أروح من المنتخب الإيطالي للدوري الإيطالي اللي يبدو الحقيقة أنه محير جدا السنة دي. يعني مستويات متذبذبة جدا لمعظم فرق المقدمة. الإنتر بدأ بقوة ثم تراجع، الميلان تصدر ثم تخلى عن الصدارة، نابولي في صدارة المشهد. بداية خليني أخذ منك الأول تقييم لأهم الأسماء أو أسماء المدربين في الكالتشو. سباليتي مع نابولي، إنزاجي مع الإنتر، مورينيو مع روما، وبيولي مع الميلان. ازاي بتشوف الموسم ده ادائهم، ومين عنده فرصه اكبر لتحقيق لقب الكالتشيو؟ هناك شيء هام. الانتر فاز بالدوري الايطالي العام الماضي وقدم اداء رائع مع انطونيو كونتي، لكن سيموني انزاجي يقدم اداء رائع. الانتر الان عاد ولديه نقطه وحيده تفرقه عن الميلان. لكن سباليتي استلم نابولي ضعيف جدا، ونابولي لديه العديد من المشاكل مع دي لاورينتيس رئيس النادي، لكن سباليتي يقدم اداء رائع مع نابولي ايضا في بطوله اليوروبا ليج، ويلعب في الدوري الايطالي كره ايطاليه نستمتع بها في ملعب دييغو ارماندو مارادونا. لكن هو كما ذكرت اليوفي، تتحدث عن اليوفي، هل تتحدث عن اليوفي؟ اليوفي في هذه الايام يعاني معاناه كبيره، لديه العديد من اللاعبين الكبار. لكن الدوري الايطالي دوري غريب هذا العام، البعض يقول نابولي، البعض يقول الميلان، البعض يقول الانتر. لكن نابولي خسر في اليوروبا ليج، رجع فاز امام لاتسيو 4-0 في ملعب دييغو ارماندو مارادونا في الامسيه الذكرى الاولى لمارادونا. الميلان بعد الفوز امام اتلتيكو مدريد في المتروبوليتان خسر امام ساسولو 3-1.
الانتر خسر امام اليوفي لكن عاد وفاز في المباراة الأخيرة. لكن أين اليوفي؟ فيرميامو ميستر هل تتوقع بمناسبة كلامك عن اليوفي الحقيقة أنه أزمة الفساد الأخيرة والاتهامات اللي طالت طبعا رئيس النادي والمدير الرياضي، تم القبض بالفعل على أنيالي رئيس النادي وتم القبض على بافل نيدفيد المدير الرياضي، إزاي بتشوف تبعات ده أو تأثير ده على مسيرة اليوفي سواء في الدوري الإيطالي أو في الشامبيونز ليج؟ بالتأكيد نعم، اليوفي كفريق كرة القدم يعاني الآن من أشياء كثيرة جدا تدخل داخل جدار البيانكونيري، لكن اليوفي هناك شأن إيجابي، تأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا. لكن دعني نتحدث عن فضيحة، ولا أتعمد أن أقول فضيحة لأن اليوفي متخصص في هذه الأشياء. 42 صفقة تم توريط اليوفي وأندريا أنييلي في الاتحاد الإيطالي، والآن أندريا أنييلي وبافن نيدفيد وستة من أعضاء مجلس إدارة نادي اليوفي أمام القضاء الإيطالي في تحقيقات في صفقات مشبوهة، وهذا أثر بالطبع على الدوري الإيطالي وعلى الكرة الإيطالية. نابولي أيضا كانت لديه بعض المشاكل لكنه تم تبرئته. سبيريامو أتمنى أن تنتهي هذه الأشياء لأن سمعة الكرة الإيطالية لا تحتاج لهذه الأشياء، ونحن مقبلون على مباراة هامة أمام البلاي أوف، لكن هناك قضاء ونحترم القضاء، وإذا ما أثبت تورط اليوفي في هذه الأشياء ستكون العواقب وخيمة جدا على اليوفي وجماهير اليوفي وعلى أندريا أنييلي. سينيور كولوفاتي خليني أسألك على هطلع منك من المسابقات المحلية أو المستوى المحلي وأروح لمستوى الشامبيونز ليج، هل بتشوف أن الموسم ده في نادي إيطالي قادر ينافس على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا؟ ما صعب. صعب جدا. أنا أعتقد أن الكرة الإنجليزية لديهم أشياء أكثر مننا. الإنتر كان لديه أشرف حكيمي ولوكاكو، للأسف تم التخلي عنهم من إدارة الإنتر من أجل المال، وذهبوا إلى واحد إلى باريس سان جيرمان والآخر إلى تشيلسي، وهذا أضعف من حظوظ الإنتر في القتال على دوري أبطال أوروبا. البايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليفربول، الثلاثة التي قد ذكرتهم، ليفربول الذي يلعب لديه أعظم لاعب، لماذا لا تذهب البالندور لصلاح؟ أنا أسأل من خلال قناة النادي الأهلي. أقول لك لأن محمد صلاح وهؤلاء العرب واللاعبون دائما ما يتم ظلمهم، وهؤلاء الأسماء ليست لديها حسابات في الإكيب. اليوفي أيضا 4-0 أمام تشيلسي كسب المباراة، لكن اليوفي قد لا يذهب للأدوار النهائية لكن يلعب مباراة جيدة. ولهذا أقول لك أن بالنسبة للدوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ وليفربول هما المفضلون. نجم إيطاليا والميلان والإنتر فولفيو كولوفاتي بشكرك شكرا جزيلا على وقتك، وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسة.